ودلوقتي معادنا مع جولة الأخبار اللي هتحدث النهاردة بمشيئة المولى عز وجل، لأن النهاردة الكنيسة الأرثوذكسية هتحتفل بعيد النيروز وهو في رأس السنة القبطية. كمان محافظ القاهرة هيشهد حفل تدشين برنامج التمكين الاقتصادي فرصة، ده بالإضافة لأن النهاردة هيكون معادنا مع 4 مباريات قوية في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني. بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، فالكنيسة الأرثوذكسية هتحتفل بعيد النيروز أو رأس السنة القبطية برئاسة البابا توادروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وده من خلال إقامة صلوات القداسات احتفالاً بالعام القبطي الجديد 1739. النهاردة هيشهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة حفل تدشين برنامج التمكين الاقتصادي فرصة بمحافظة القاهرة، واللي بيستهدف تحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين في المناطق الأولى بالرعاية، مع تسليم المشروعات لعدد من الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة. النهاردة هيعقد الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي اجتماع مطول مع السويسري مارسيل كولر داخل مقر النادي بالجزيرة للحديث عن التفاصيل الخاصة بآليات العمل وكافة الترتيبات اللي بتخص فريق الكرة في المرحلة اللي جاية، وفي مقدمتها معسكر الإعداد للموسم الجديد اللي بيشهد العديد من التحديات على المستويين المحلي والإفريقي. لعشاق الدوري الإسباني موعدهم النهاردة مع 4 مباريات قوية في إطار الجولة الخامسة من عمر المسابقة. هيلتقي ريال مدريد مع ريال مايوركا الساعة 2 الظهر، وهيلتقي إشبيلية مع أتلتيك بلباو الساعة 4:15 العصر. الساعة 6:30 هيلتقي خيتافي مع ريال سوسيداد، والساعة 9 بالليل هيلتقي ريال بيتس وفياريال.